صرحت الامانه العامه للمجلس الاعلى للقضاء بان المحكمه الصغرى الجنائيه الثامنه اصدرت اليوم احكاما قضائيه على اربعه متهمين امتنعوا عن تنفيذ الاشتراطات الصحيه الواجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي لمنع انتشار فيروس كورونا وارتكبوا الجريمه محل التهمه الاولى لحسابهم ومنفعتهم حيث قضت المحكمه بمعاقبتهم بغرامات تتراوح بين الف دينار الى الفي دينار